نجدد لكم التحية والترحيب مشاهدينا متابعينا الكرام من هنا من أرضية ميدان الشحانية في هذه الانطلاقات وفي منافسات هذا المحلي التاسع وأول أيام نتابع انطلاقة سن الصغار سن الحقايق هنا أسير مع هذه الانطلاقة وأتابع أيضا البداية والصدارة مباشرة الذيبة مشاهدينا متابعينا الكرام هناك مع مقدمة الشوط لظافر بن حمد بن راشد الدوسري مع أول المراكز وثاني المراكز هنا حسايف ناصر بن علي بن محمد المري وثالث الأسماء هنا الوصول والانطلاق مشاهدينا متابعينا الكرام من الضبية جار الله بن عبد المحسن بن راشد بن محسن وأيضا هناك من الجانب الآخر أتابع أيضا القادمة في هذه اللحظات مع خامس المراكز الضبية لسالم بن صالح بن طالب بن عقيل النابت هذه النتيجة متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى المنطلقة معنا في هذا الشوط وفي هذه المنافسة أعود إلى البداية هناك مع الصدارة مع مقدمة الشوط الذيبة ظافر بن حمد بن راشد الدوسري مع أول المراكز ومع الصدارة وثاني الأسماء هنا حسايف ناصر بن علي بن محمد المري ولكن الاسم القادم بنت هياض هنا أيضا ولكن القدوم والانطلاق من الراوية حمد بن السهيل بن عبد الهادي الحفار المري هنا أيضا من انطلق أيضا مع أيضا هذه اللحظات مع راوية لتروي لنا أيضا هذه الانطلاقة وتروي أيضا ناموس أيضا هنا مع بن حفار بهذه الاندفاع القوية ولكن نتابع الأسماء والقدوم في هذه اللحظات وصلت غزة غدير بن حميد الراشدي هنا يصل متابعينا الكرام مع هذه اللحظات مع رابع المراكز وخامس الأسماء هنا أتابع القدوم والانطلاق في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام مزايا سالم بن حمد بن سالم بن جهويل النابت وصلت الأسماء وصلت الشعارات مشاهدينا متابعينا الكرام ولكن أعود مع راوية راوية هناك أيضا مع البداية والصدارة حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري مع مقدمة الشوط والكيلو الأخير هنا مع راوي أيضا مع البداية والصدارة مشاهدينا الكرام هناك على مقدمة الشوط ولكن أتابع مزايا سالم بن حمد بن سالم بن جهويل والقادمة في هذه اللحظات وصلت شوق مسعيد بن سويد بن قران بن راشد المنصوري وصلت مع ثالث المراكز والانطلاق هناك من بنت هياض سعيد بن محمد بن سعيد بن نابت وخامس الاسماء الوصول من مزون راشد بن محمد بن حمد الدعيه هنا ايضا قادم وصلت الاسماء ولكن بدا الانطلاق مع راويه راويه على مقدمه الشوط شوق هنا قادمه شوق ايضا مع ثاني المراكز وتحركت مزايا هنا ثالثا مشاهدينا الكرام ومزون قادمه في هذه لحظات الله الله بدأت المنافسة ولكن الله يا شوق شوق هنا مع البداية مع مقدمة الشوط مساعد بن سويد بن سويد بن قران المنصوري هنا مع مقدمة الشوط ولكن شوف القادم مزون مزون أيضا قادمة مع ثاني المراكز راشد بن محمد بن حمد الدعية هنا مع اللحظات الأخيرة الله الله شوق وأيضا هنا مزون مزون وشوق ولكن بشاير قادمة مع اللحظات الأخيرة ولكن مزون تختطف ناموس هذا الشوط تهانينا وناموس لراشد بن محمد بن حمد الدعية على هذا الفوز ثاني المراكز كان الوصول من شوق المسيعد بن سويدان بن قران المنصوري وثالث المراكز بشاير راشد بن سعيد بن صالح المري ورابع المراكز
كان الوصول من مزايا سالم بن حمد بن سالم بن جهويل النابت وخامس المراكز. كان التواجد من بنت هياض سعيد بن محمد بن سعيد النابت. هكذا النتيجة متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى الفائزة معنا بشوطنا الماضي. تهانينا والناموس لمالكي مزون من اختطفت أيضا ناموس هذا الشوط. نتابعها والتوقيت الزمني لحظة وصول مزون 4:42 وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن محمد بن حمد الدعية على هذا الفوز. ثاني المراكز شوق 4:42 وسبع أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لمسيعد بن سويدان بن قران بن راشد المنصوري. والثالث ثالث المراكز كان الوصول من بشاير توقيتها الزمني 4:42 وثمان أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لراشد بن سعيد بن صالح المري. تهانينا والناموس للجميع.